خلينا بتقول لكم حاجة مهمة جدا، لأن ناس كتير بتسألني وخصوصا مرضى اللي عندهم التهابات في القولون أو عندهم قولون عصبي، عندهم أمراض كمان في المستقيم وأمراض في الشرج، بيسألوني عن الأكل. فالأكل مهم قوي بالنسبة للمرضى دول. في عندنا قاعدة في الطب مهمة قوي اللي هي watch and wait، لاحظ العيان وانتظر. البواسير الخارجية عبارة عن إيه؟ نتوءات جلدية فارغة فيهاش مشاكل. البواسير الداخلية هي اللي فيها مشكلة، البواسير الداخلية هي دي الأكياس الدموية اللي جاية من، بتبقى جاية من المستقيم. يعني أنا بسمي الداخلية دي مستقيم، بواسير المستقيم، والخارجية بتاعت القناة الشرجية. عنده كيس شعر، شق خصوه قالوا له أنت عندك كيس شعر في ظهر، ناسور عصاصي واضح كده، آه لازم يروح يستأصله، لأن ده كيس الشعر ده مشكلة كبيرة. ده حصل إن هو الشخص ده في فترة ما في حياته الجلد لف على بعضه لحم ودخل جوه سنه، الجلد ده هو اللي دخل جوه سنه في خلايا بصيلات شعريه، فتبتدي عند وقت تبتدي تنمو وتكبر وتعمل خصله شعر عادي جدا، ونايمه جوه بقالها سنين عماله تكبر، يوصل لها بكتيريا من اي مكان تروح عامله مده والتهاب شديد جدا. الشرخ الحاد ما تعملش له جراحه خالص. ليه بقى؟ بيبقى التهاب شديد جدا ما تقدرش تعمل له حاجه، زائد ان هو في احتمال ان هو يلتئم لانه لسه ما تحولش للازمان. مهم جدا الثقافه الطبيه في عالم الجهاز الهضمي السفلي تحديدا، مهم قوي. وانا بجد انه فعلا هي جزء مهم من الطب، للاسف كثير من الناس بتتصرف فيه بعشوائيه.